القاهرة تستضيف اجتماعاً رفيع المستوى لممثلين عن الولايات المتحدة وإسرائيل وقطر لبحث التهدئة في غزة. غارات الاحتلال الإسرائيلي تتواصل على مدينة رفح الفلسطينية جنوب غزة، وتحذيرات أممية ودولية من فداحة التوغل البري المحتمل. في اليوم 130 للعدوان، تسجيل 16 مجزرة ضد الفلسطينيين في غزة، والاحتلال يعلن مقتل وإصابة أكثر من 15 عنصراً في 24 ساعة. الثالثة مساء بتوقيت القاهرة، الواحدة بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أهلا بحضراتكم. تواصل مصر دورها التاريخي والمحوري دعما ونصرة للقضية الفلسطينية على مختلف الأصعدة والمستويات، وإلى جانب أدوارها السياسية والدبلوماسية لا تتوانى مصر في العمل لإيصال وضمان تدفق المساعدات إلى الأشقاء الفلسطينيين عبر معبر رفح. تستضيف القاهرة اجتماعاً رباعياً يضم ممثلين من مصر والولايات المتحدة وقطر لبحث موقف الهدنة في قطاع غزة. ويشارك ويليام بيرنر مدير وكالة المخابرات الأمريكية ورئيس وزراء قطر ووزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن الثاني في الاجتماع، فيما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن مدير الاستخبارات الإسرائيلية الموساد ديفيد بارنيا سيشارك في اجتماعات القاهرة. يعود ويليام بيرنز مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية للقاهرة في أحدث مسعى لمحاولة إبرام اتفاق هدنة في قطاع غزة ولتبادل المحتجزين والأسرى بين حركة حماس وإسرائيل. موقع أكسيوس نقل عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس جو بايدن يعتبر بيرنز شخصا مهما في الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق في غزة، وأن إرساله للقاهرة سيساعد على التوصل إلى اتفاق. زيارة بيرنز تأتي بعد رفض إسرائيل لرد حماس على بنود اتفاق الهدنة التي تتضمن ثلاث مراحل على مدار 135 يوما تنتهي بصفقة تبادل جميع المحتجزين الإسرائيليين بالآلاف من الأسرى الفلسطينيين مع إنهاء الحرب على قطاع غزة. وحسب موقع والا الإسرائيلي، أبلغت إسرائيل الوسطاء رفضها لمعظم مطالب حماس، وأكد أنها ستتفاوض على أساس خطة باريس التي تؤمن الإفراج عن أغلب المحتجزين الإسرائيليين، لكنها لا تلزم إسرائيل بإنهاء الحرب. وكان الرئيس الأمريكي قد أكد خلال تصريحات صحفية مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن الولايات المتحدة تسعى إلى هدنة في غزة لمدة 6 أسابيع كنقطة انطلاق نحو وقف أطول لإطلاق النار. وأضاف بايدن أن واشنطن تعمل مع حلفائها في المنطقة للتوصل لاتفاق بشأن المحتجزين والرهائن وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع. لمزيد من المتابعة معنا ومع حضراتكم هاتفيا أستاذ أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أهلا بك معنا بعد التحية. توقعات حضرتك لمخرجات الاجتماع الرباعي الذي تستضيفه القاهرة اليوم لبحث التهدئة في قطاع غزة. تحياتي لك سيدتي ولكل مشاهدينك الكرام. في الواقع أن هذه المخرجات هي مرتبطة طبعا
الحوارات والتفاوض حول الوصول إلى صيغة توافقية، خاصة في ظل يعني استمرار التباعد في المواقف بين إسرائيل من ناحية والفصائل الفلسطينية من ناحية أخرى، التي تطالب بوقف دعم إطلاق النار وإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بينما تطالب إسرائيل بهدنة في مقابل تحرير الأسرى تقتصر إلى شهور. وبالتالي هنا القاهرة بالاتفاق أو بالتواصل مع الشرقاء وخاصة في قطر وأمريكا في العمل على إيجاد أرضية تستطيع من خلالها الانطلاق والوصول إلى صفقة تتحقق الأهداف المتعلقة بما تسعى إليه مصر، وهو الهدنة طويلة ثم تكون مقدمة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا في إطار أولوية مصر في إنهاء هذا العدوان وفي وقف حمام الدم ونزيف الدم الفلسطيني، لأن الوقت من دم، وكلما استمر الوقت كلما استمر طبعا الدمار ونزيف الدم الفلسطيني. وبالتالي تسعى مصر من خلال مع الشركاء إلى أن تدفع الطرفين إلى أن يكون هناك صفقة تحقق على الأقل الحد الأدنى من مطالب كل طرف، وتفضي في نهاية المطاف إلى تحقيق الأهداف الأساسية وهو العمل على وقف دائم لإطلاق النار. طيب أستاذ أحمد، يعني ذكرت هدف هذا الاجتماع هو الوصول إلى صيغة توافقية بين جميع الأطراف للوصول إلى هدنة وإلى تهدئة الأوضاع في غزة، لكن ما نقاط الارتكاز الأساسية التي يمكن أن نبني عليها هذه الصيغة التوافقية التي نسعى إليها في ظل تعنت وإصرار من الاحتلال على ممارساته التي بدأها بالفعل في رفح منذ يومين، وموقف مصر كما ذكرت واضح، اللاءات المصرية واضحة وعلى العلن، ما الذي يمكن أن نبني عليه مع هذا الطرف المتعنت المصر؟ يعني في الواقع صحيح رغم هذه التعنت ورغم المواقف الإسرائيلية ورغم أن حكومة الحرب الإسرائيلية والمجموعة هي بتراهن على الخيار العسكري، لأن هذا استمرار الحرب وعدم هو يعني فيه مستقبلها ومرهوب بها بمصيرها، وبالتالي هي تطرح ربما شروط تعجيزية، لكن على الأقل هناك مرتكزات تمثل في وجود حالة من التوافق الدولي، حالة من مصلحة لدى جميع الأطراف بما فيها أمريكا حتى الدعم لإسرائيل، فإن يكون هناك هدنة طويلة وأن يكون هناك وقف لهذا العدوان وقف لهذا القتال، إضافة أيضا أن الصفقة تحقق أيضا ميزة لإسرائيل وهو الإفراج عن الأسرى والرهائن، خاصة أن إسرائيل فشلت خلال 130 يوما في تحرير أسراها والرهائن عبر القوة العسكرية، وبالتالي إذا كانت نجحت في 24 نوفمبر في تحرير أكثر من 100 رهينة وسرير إسرائيل عبر المفاوضات، فبالتالي هنا يكون خيار المفاوضات هو الأنجح في تحقيق هذا الهدف، وهذا ايضا يحقق يعني ايضا في ظل الضغوط الداخليه على الحكومه الاسرائيليه، هناك ايضا عامل الانتخابات الامريكي ومصلحه امريكا في تهدئه هذا الملف على الاقل ووقف هذا العدوان في ظل الانتقادات التي تعرض لها، ثم هناك ايضا المساعي المصريه الحثيثه والمتواصله يعني ليل نهار من اجل وقف هذا النزيف وقف هذا العدوان، وبالتالي هناك يعني مؤشرات تدل على ان هناك صفقه، لكن هذا ايضا يظل مرتهن ومرتبط بمدى رغبه وجديه الحكومه الاسرائيليه في تقديم تنازلات حقيقيه متعلقه بوقف دائم اطلاق النار او وقف العدوان، لان الاستمرار او الجمع بين تبادل الاسرى وفي نفس الوقت الحصول على او عدم موافقه على وقف دائم اطلاق النار طبعا يعني يضع عقبات وتحديات امام هذه المفاوضات. طيب من ضمن هذه العقبات والتحديات الاوضاع الامنيه في المنطقه استاذ احمد، يعني اصبحت ودخلت بالفعل الى منعطف خطير مع إصرار رئيس وزراء الاحتلال على مواصلة هذا العدوان، وبما يهدد من توسعه رقعة الصراع في المنطقة هو ما حذرت منه مصر مرارا وتكرارا. برأيك الموقف المصري والمعادلة التي تسعى مصر لتحقيقها على طول الخط وعلى طول القضية وعلى طول الفترة الزمنية الفائتة وحتى اللحظة، حتى تسعى إلى كسب يعني ردات فعل دولية لمساندتها في موقفها المعلن من أجل وقف الحرب على غزة، من أجل كل اللاءات المصرية التي أعلنت عنها. تقييمك لهذه المعادلة الدبلوماسية والسياسية والأمنية التي تنتهجها مصر؟ يعني في الواقع طبعا مصر حذرت منذ اليوم الأول بعد 7 أكتوبر، حذرت من مخاطر وتداعيات هذا الصراع
على الامن الاقليمي ومن خطر توسع الحرب اقليميا. وبالفعل راينا في الشهور والاسابيع الماضيه انتشار شظايا هذه الحرب في اماكن متفرقه، راينا في البحر الاحمر وتهديد الملاحه الدوليه، راينا ايضا في سوريا في العراق وايضا في لبنان. هناك اصرار اسرائيلي على الرهان على العسكره ويعني شد المنطقه الى منطقه خطره تصعيديه بدلا من التهدئه. ولذلك كانت المقاربه المصريه مقاربه شامله سواء على المسار الانساني في دعم الفلسطينيين وتخفيف المعاناه عنهم، واحنا نتكلم الان هناك الان اكبر قافله ضخمه من مصر من المساعدات 500 شاحنه تذهب اليوم الى معبر رفح في اطار الدور المصري المتواصل في دعم الفلسطينيين الانساني. هذا الدور المسار الانساني صار بالتوازي مع المسار السياسي وضمن الشقين وبعدين البعد الاول رفض التهجير القسري، وضعت مصر خطوط حمراء والاتيه الحاسمه في رفض تهجير الفلسطينيين قسريا الى مصر وتسقيط القضيه الفلسطينيه، بالتزامن ايضا مع العمل على تفعيل حل الدولتين وحل سياسي لهذا الصراع باعتبار ان ما حدث هو عرض المرض. اضافه ايضا المسار الامني وهو عدم توسع الصراع الاقليمي وجهود مصر الدؤوبه من خلال الوساطه للوصول الى وقف دائم لاطلاق النار، لان استمرار هذا الصراع وتهديد حكومه الاحتلال باقتحام رفح قد يفجر المنطقه كلها، لان هناك الان 1.5 مليون فلسطيني في منطقه لا تتجاوز 60 كيلومتر مربع، اي عمل بري يعني وقوع عشرات الالاف من الضحايا، يعني تهديد بالتاثير ايضا على العلاقات المصريه الاسرائيليه. وبالتالي هناك الان محاوله مصريه بالتنسيق مع الشركاء لهيئه الدعم الدولي لنزع فتيل هذه الازمات قبل ان تنفجر، وهذا حقيقه هدف اساسي من مفاوضات القاهره اليوم. نعم، استاذ احمد سيد احمد خبير العلاقات الدوليه بمركز الاهرام للدراسات الاستراتيجيه، اشكرك شكرا جزيلا. أهلا بحضراتكم من جديد، وما زلنا في القضية الفلسطينية. غزة اتدمرت، ما بقاش حاجة. أعلنت مصر رفضها الكامل لشن عملية عسكرية على مدينة رفح جنوب قطاع غزة محذرة من العواقب الوخيمة لذلك. وطالبت مصر بتكاتف جميع الجهود الدولية والإقليمية للحيلولة دون استهداف المدينة لكونها تمثل آخر المناطق الآمنة بقطاع غزة. واقع غير آدمي يعيشه نحو 1,400,000 نازح في مدينة رفح الفلسطينية، فبعد أن فروا من القصف والاستهداف والقتل العشوائي في مناطق القطاع تكدست بهم جنبات مدينة رفح، يلاحقهم الموت هناك أيضا مع استعداد جيش الاحتلال لدخول المدينة بزعم استكمال عملياته العسكرية. رفح تلك المدينة الحدودية المكدسة بخيام النازحين تعاني على كافة المستويات، فلا ظروف معيشية مواتية ولا طعام يكفي ولا خدمة طبية متوفرة. وسط هذه الصورة القاتمة يأتي القصف الإسرائيلي المتواصل على رفح منذ عدة أيام والذي أسفر عن سقوط شهداء وجرحى. المشهد قد يصبح أشد قتامة مع الاستعداد لتنفيذ توغل بري في المدينة. مصر من جانبها أعلنت رفضها الكامل لشن عملية عسكرية على رفح محذرة من العواقب الوخيمة لذلك، وطالبت بتكاتف جميع الجهود للحيلولة دون استهداف رفح الفلسطينية كونها آخر المناطق الآمنة بقطاع غزة. مصر أكدت أيضاً أن استهداف رفح بعملية عسكرية بجانب عرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع هو إسهام فعلي في تنفيذ سياسة تهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته، كما أكدت أن اتخاذ أي إجراءات إضافية سيؤدي إلى زيادة تعقيد الموقف والإضرار بمصالح الجميع دون استثناء. أعلنت السلطات الصحية في غزة أن قوات الاحتلال الإسرائيلية ارتكبت 16 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 133 شهيدا فضلا عن 162 مصابا خلال 24 ساعة. وذكرت السلطات الصحية أن عددا من الضحايا ما زال تحت الركام وفي الطرقات، ولافتة إلى أن قوات الاحتلال تمنع وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم، وبهذا ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي لتصل إلى 28,473 شهيدا و 68,146
40 إصابة، وذلك حتى اليوم 130 من العدوان. اعترف الجيش الإسرائيلي بمقتل ضابط وجنديين في معارك جنوب قطاع غزة، وقال إن القتلى هم قائد كتيبة 630 احتياط ونائب قائد سرية وجندي آخر. وأضاف جيش الاحتلال أن الجنود المذكورين قتلوا في تفجير مبنى مفخخ جنوب غزة. هذا وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن إصابة 15 جنديا من قوات الاحتلال في معارك بغزة، من بينهم اثنان في حالة خطيرة. قال مهند العكلوك مندوب فلسطين لدى جامعة الدول العربية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل ارتكاب المجازر بحق المدنيين الفلسطينيين في مدينة رفح. وأشار العكلوك إلى أن المدينة شهدت خلال الساعات الماضية عددا من المجازر بحق المدنيين. اليوم تستكمل حلقة جديدة من جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، بعد أن قتلت وأصابت أكثر من 100,000 فلسطيني، بعد أن دمرت أكثر من 370,000 بيت في فلسطين، بعد أن دمرت أحياء بكاملها، مدارس، جامعات، مئات المساجد والمراكز الصحية. اليوم الأنظار جميعها تلتفت إلى جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكب في رفح. تواصل مصر جهودها في دعم أشقائها الفلسطينيين منذ اللحظة الأولى لاندلاع العدوان على قطاع غزة. هذا وتسلم الهلال الأحمر المصري أحدث قوافر التحالف الوطني التي تضم 500 شاحنة محملة ب 8500 طن من المساعدات. تواصلا لجهود مصر في دعم الأشقاء الفلسطينيين منذ اللحظة الأولى لاندلاع العدوان على قطاع غزة، تأتي أحدث قوافل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قافلة جديدة تضم نحو 500 شاحنة محملة ب 8500 طن من المساعدات المتنوعة، سيتم تسليم محتوياتها للهلال الأحمر المصري لإدخالها إلى قطاع غزة. القافلة النهاردة بتضم ما يقرب من 500 شاحنة وأكثر من 8500 طن من المساعدات المتنوعة، ما بين مساعدات غذائية، من المنتجات سهلة التحضير وسهلة الفتح لتناسب الظرف الحادث حاليا لأشقائنا في فلسطين، أو مساعدات طبية تتفق تماما مع احتياجات الجانب الفلسطيني أو بكميات أكبر كمان من المطلوبة، أو تجهيزات للمستشفيات أو غيرها من المستلزمات الطبية، بالإضافة طبعا لمساعدات سواء مساعدات الكساء زي الأغطية والبطاطين والألحفة والملابس لابس الشتوية بمناسبة موسم الشتاء. النهاردة بندعم أهلنا في غزة يعني بكل ما أوتينا من قوة، يعني إحنا وراهم بالمؤسسة، بدعم المادي، دعم المعنوي، أي حاجة إحنا ما نقدرش نأخر فيها. طبعا إحنا الدولة المصرية خلفها في كل قراراتها، متطوعين النهاردة مستعدين لأي حاجة بتطلب منهم في أي وقت. القافلة الإغاثية تضم مواد غذائية وإغاثية وطبية من أدوية وبطاطين وخيام ومياه، وتم مراعاة طبيعة الاحتياجات والأولويات التي تلزم الأشقاء في قطاع غزة الآن وتناسب الظروف التي يعيشونها. وشارك في تجهيزها أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من جمعيات خيرية ومنظمات مجتمع مدني. احنا عندنا كل حاجة خاصة بالمشاركة في صناع الحياة من المستوعين، كل المستوعين هم اللي بيجمعوا التبرعات الخاصة بالحاجة ويبدأوا ان هم يجهزوها ويتم تعبئتها، وكمان بيحصل مشاركه من المتطوعين في المحافظات. احنا موجودين في 22 محافظه، واكثر من 2000 متطوع شارك من اصل 20,000 متطوع موجود في صناع الحياه. في بيحصل التعبئه بتاعه المواد وبتبدا ان هي تتحرك للقافله بشكل مركزي ونتحرك بيها ان شاء الله على رفح. بنشوف الاحتياجات اللي محتاجها الجانب الفلسطيني، سواء مواد غذائيه، سواء مياه، سواء ادويه، بنحاول نوفرها لهم.
طبعا بيتم تجهيز دوت من يعني اجود انواع السلع في المواد الغذائيه، يعني بنحاول نوفر لهم افضل المنتجات. حاليا دورنا النهارده ان احنا نوصل القافلات هنا على طريق الاسماعيليه. دورنا في المؤسسه ان احنا قاده تيم بنشتغل على ان احنا نكون ايد واحده. المؤسسه هي تنميه مجتمعيه، تمام، بتساعد الشباب ان هم ينزلوا على ارض الواقع يساعدوا اهاليهم لو جزء بسيط. جهود مصرية دؤوبة لتقديم يد العون لأهالي قطاع غزة وسط العدوان الغاشم للاحتلال الإسرائيلي المستمر لنحو 130 يوما منذ أكتوبر الماضي. أحمد الحسيني، التلفزيون المصري. يستمر معبر رفح في استقبال المساعدات الإغاثية من مواد غذائية ومستلزمات طبية، بالإضافة لخروج مزدوجي الجنسية وعدد كبير من المصابين من الأشقاء في فلسطين. ورغم عرقلة قوات الاحتلال دخول هذه الشاحنات من الجانب الفلسطيني، إلا أن البوابة المصرية ما زالت تفتح أبوابها لإيصال المساعدات والمزيد. يطلعنا عليه كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري من أمام بوابة معبر رفح. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. ننقل لكم الصورة من أمام بوابة معبر رفح المصرية، حيث نتابع بالطبع دخول الشاحنات الإغاثية إلى الأشقاء في فلسطين وتحديدا في قطاع غزة، ونتابع أيضا خروج المصابين من الأشقاء الفلسطينيين، وأيضا نتابع خروج مزدوجي الجنسية. بينما نحن نتحدث ربما الآن السيارات الخاصة بالسفارات المختلفة متواجدة أمام بوابة معبر رفح المصرية لاستقبال مزدوجي الجنسية الذين يعبرون عبر بوابة معبر رفح المصرية من خلفي ويتوجهون إما إلى الفنادق هنا في مصر أو يتوجهون مباشرة إلى المطارات ليذهبوا إلى بلادهم حيث اصطحبتهم السفارات هنا من أمام البوابة. هذه نقطة. النقطة الأخرى أيضا هي خروج أو دخول الشاحنات الإغاثية عبر بوابة معبر رفح المصرية، حيث تذهب إلى معبر العوجة ليتم تفتيشها من قبل قوات الاحتلال، ثم بعد ذلك كانت تدخل إما من معبر كرم أبو سالم بعد المجهودات المصرية القطرية من قبل لدخول المساعدات عبر كرم أبو سالم، أو حتى عبر بوابة معبر رفح الفلسطينية. ولكن خلال الأيام الماضية أصبحت تدخل فقط عبر معبر كرم أبو سالم، نظرا لوضع قوات الاحتلال معوقات كثيرة وكبيرة لدخول هذه الشاحنات الإغاثية عبر بوابة معبر رفح المصرية. أما فيما يتعلق بتوقف دخول المساعدات من الجانب المصري فهذا ليس صحيح، فهنا تدخل المساعدات الشاحنات عبر البوابة المصرية وتخرج أيضا عبر البوابة الفلسطينية من الناحية الأخرى، لذلك المعبر المصري هنا يعمل بشكل كامل لدخول المساعدات وخروج المساعدات، ولا يوجد أي من منع أو توقف دخول المساعدات عبر بوابة معبر رفح المصرية. النقطة الأخرى أيضا هي خروج المصابين. نتحدث بالطبع عن خروج يعني عدد كبير من المصابين، خرج بالأمس ما يقرب من 18 سيارة إسعاف، واليوم أيضا ما زالت سيارات الإسعاف تقف في المنطقة الفاصلة بين الناحية المصرية والناحية الفلسطينية في انتظار استقبال الجرحى والمصابين والأشقاء في فلسطين، يتم استقبالهم في المستشفيات المصرية. بالإضافة لذلك أيضا المنظمة العربية لحقوق الإنسان جاءت اليوم ومتواجدة الآن بوفد لمتابعة ورصد الأحداث ومتابعة ورصد دخول الشاحنات الإغاثية المختلفة عن طريق مجهودات الهلال الأحمر المصري، عن طريق بوابة معبر رفح المصري، لذلك هي تعمل من هذه الناحية إما الزيارات أو استقبال الشاحنات الإغاثية. وأيضا خلال حديثنا مع سائقي الشاحنات رصدنا يعني شاحنة من البترول كانت يعني عائدة من قطاع غزة، خرجت من البوابة الخلفية لمعبر رفح المصري، وتحدثت مع السائق وسألته عن مدى استمرارية مرور الشاحنات عبر البوابات، قال أنه دخل بالفعل عبر بوابة معبر رفح المصرية وخرج اليوم من نفس البوابة، لذلك المعبر ما زال يستمر في استقبال المصابين استقبال أيضا مزدوج الجنسية وأيضا خروج ودخول المساعدات إلى الأشقاء في فلسطين. قدمت فرنسا اقتراحا مكتوبا إلى بيروت يهدف لإنهاء المواجهات مع إسرائيل والتوصل لتسوية بشأن الحدود المتنازع عليها بين البلدين. تهدف هذه الخطة إلى إنهاء القتال بين حزب الله وإسرائيل عبر الحدود، حيث يجري القصف المتبادل بالتوازي مع العدوان على غزة. We'll be right back.
على هامش مشاركته في القمة العالمية للحكومات بدبي. شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع اتفاقية التعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إتيدا وشبكة المشرق العالمية الإماراتية للتوسع في خدمات أعمال مركز الشركة في مصر. تهدف الاتفاقية إلى توفير 300 فرصة عمل للكوادر المصرية المؤهلة على أعلى مستوى، موجهة لأنشطة تصدير خدمات الأعمال المصرفية، وذلك خلال مدة الاتفاقية والتي تبلغ 3 سنوات. وبموجب الاتفاقية ستقوم شبكة المشرق العالمية بتوسيع عملياتها في مصر، والتي تتضمن تقديم خدمات تحليل البيانات وذكاء الأعمال والتدقيق الداخلي وإدارة الائتمان وغيرها من الخدمات المالية والبنكية في مجالات منها إدارة المخاطر وإدارة المنتجات، والتي تقوم الشركة بتصديرها من مصر لعملاء بنك المشرق الإماراتي. انطلقت فعاليات تدريب المصري البريطاني المشترك في مجال مكافحة الإرهاب، وذلك بمشاركة عناصر من قوات الصاعقة والمظلات المصرية وعناصر من القوات الخاصة البريطانية، والذي تستمر فعالياته على مدار عدة أيام بميادين التدريب القتالي لقيادة قوات الصاعقة بجمهورية مصر العربية. بدأت فعاليات التدريب باصطفاف ودمج القوات وباستعراض للأسلحة والمعدات المستخدمة لأغراض التدريب، ومن المخطط تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية المتنوعة بهدف توحيد المفاهيم وتبادل واكتساب الخبرات وصقل المهارات للقوات الخاصة المشاركة من الجانبين. يأتي ذلك في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الصديقة والشقيقة. فازت مصر ممثلة في المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بمنصب نائب رئيس اللجنة الدولية للإنذار المبكر لموجات التسونامي بمنطقة أو بمنظمة اليونسكو. وهذه هي المرة الأولى التي يتولى فيها هذا المنصب مسؤول من إحدى الدول الإفريقية والعربية. ويعد الفوز بهذا المنصب تأكيدا لدور مصر الإقليمي والدولي بمنظمة اليونسكو، فضلا عن تقديم رؤية متكاملة للحد من المخاطر لموجات التسونامي تجاه شرق البحر المتوسط. التقى رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أحمد طه مع قداسة البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وذلك لمناقشة التعاون في حصول المنشآت الصحية التابعة للكنيسة على اعتماد جهار وفقا للمعايير الصادرة عن الهيئة والمعتمدة دوليا من الإسكوا، تمهيدا لتقديم خدماتها تحت مظلة التأمين الصحي الشامل. وخلال اللقاء ناقش طه أوجه التعاون بين الهيئة والكاتدرائية المرقسية، مؤكدا أن التأمين الصحي الشامل هو المشروع القومي الذي تبنته الدولة وأولته اهتماما كبيرا حتى يتحقق لكافة المصريين الحصول على خدمات صحية عالية الجودة ومتوافقة مع معايير الرعاية الصحية الدولية. وأضاف بأنه يعد المظلة الموحدة لجميع قطاعات مقدمي الخدمة الصحية في مصر. نظم قسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الأعلام جامعة القاهرة الملتقى البحثي السنوي الأول لقسم الإذاعة والتلفزيون بعنوان من البث واسع النطاق إلى البث المحدود إلى البث الشبكي، ويناقش تحديات العصر الرقمي وتداعياته. ويهدف الملتقى إلى تعزيز الدور الأكاديمي والمهني لكلية الإعلام بأقسامها المختلفة، مع أهمية موضوع الملتقى والذي يمثل محورا هاما في مجال الدراسات الإعلامية المستقبلية نظرا لما تتميز به تكنولوجيا الاتصال الرقمية، إلى جانب أهمية العمل لإيجاد منصة للتفاعل الحر بين الباحثين الأكاديميين والمهنيين الممارسين.
المختلف اللي حصل في العالم ان الشركات الصغيره اللي بتشتغل في مجال الذكاء الاصطناعي قررت تنافس الشركات الكبيره، فطلعت بادوات كتيره مختلفه. الادوات دي كلها طلعت في 2023، فالشركات الصغيره اجبرت العالم، اجبرت السوق العالمي انه يتحرك في اتجاه الذكاء الاصطناعي تحرك سريع جدا، وهو ده الشيء اللي خلى كل حاجه تروح اي مؤتمر بيتكلم عن اي موضوع هتلاقيه بيتكلم عن الذكاء الاصطناعي. اعتقد ان احنا محتاجين كثير من مثل هذه المؤتمرات لمواكبه اثار التطور التكنولوجي اللي هي دايما بتيجي على البعد الاخلاقي وبتيجي في التضليل وبتيجي في التزييف، فدي كلها محتاجه ان يتم مواكبتها بشكل كبير، خاصه ان التطور التكنولوجي اصبح اسرع مما يتوقع احد. النهارده بنتحدث عن وضع مختلف الحقيقه، يستطيع كل منا أن يكون له قناته الخاصة. أصبح لدينا مؤثرين خلاف القنوات العادية. الشخص كان يعني في المعتاد يبذل جهدا وسنوات طويلة، وقد يحتاج إلى المال والنفوذ لكي يكون له برنامج أو عمود في صحيفة. النهاردة يستطيع أنه يفعل هذا. موضوع مهم جدا في عصر بقى فيه العصر الرقمي هو السائد، في عصر التحديات الخاصة بالذكاء الاصطناعي والواقع المعزز. بنحاول من خلال قسم الإذاعة والتلفزيون إطلاق مدونة سلوك أخلاقي. إحنا بنؤكد لما سيادة الرئيس قال أنه من يملك الرقمنة يملك المستقبل، فإحنا بنحاول نستجيب وبنحاول نملك المستقبل من خلال إيجاد مدونة سلوك أخلاقي. لا يمكن أبدا أن إحنا نتجاهل العصر الرقمي. العديد من الباحثين شاركوا من مختلف الدول وحوالي أكثر من 8 جامعات والعديد من الدول العربية والغربية شاركت بهذا المؤتمر والعديد من الجلسات النقاشية الخاصة به. المرحلة اللي احنا فيها دلوقتي هو البث عن طريق الإنترنت. المستخدمين نفسهم يقدروا يطلعوا رسائل وتتشاف من مجموعة كبيرة من الناس، لكن التكنولوجيا مستمرة، وإحنا بنتكلم دلوقتي عن الذكاء الاصطناعي وإزاي بيأثر على الإعلام في الوقت الحالي. استضاف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الدورة التعريفية الإقليمية 26 للتفتيش الموقعي لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية. يأتي ذلك بالتعاون مع منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية بمشاركة مجموعة متنوعة من الخبراء والمتخصصين. تهدف الدورة إلى توسيع قاعدة المتخصصين للمشاركة في الأنشطة الميدانية ذات الصلة في المستقبل، كما تشتمل على تدريب عملي يتيح للمتدربين تطبيق مهاراتهم. في الواقع احنا بدأنا مع المنظمة قبل إنشاء المنظمة من سنة 1976 مجموعة عمل علمية تحط قواعد وإطار عمل لتفتيش موقعي وتفتيش على أي دولة بتعمل تجارب نووية بهدف تطوير السلاح، لحد ما تم إنشاء المنظمة سنة 96 واتفتح الباب لتوقيع الدول عليها. مصر كانت من أوائل الدول اللي وقعت عليها. سنة 99 تم إنشاء مركز وطني للبيانات، بيانات نزع السلاح، بيستضيفه المعهد. احنا حاليا موجودين في نموذج تدريبي لعمليات التفتيش الموقعي التابعة لمنظمة الحظر الشامل لإجراء التجارب النووية. النموذج ده بندرب عليه المفتشين اللي هيكونوا موجودين في المستقبل علشان يفتشوا على أي دولة تخترق المعاهدة أو تقوم بإجراء تجربة لسلاح نووي. احنا بنراقب كل الإيفنت المتعلقة بالزلازل أو التفجيرات النووية أو أي انبعاثات من لها علاقة بالانبعاثات النووية من مصادر زي المفاعلات النووية أو ميديكالايزد فاسيليتي، يعني اللي هي مصانع انتاج النظارة الطبية، كل لان لها تأثير مهم على الشبكة الدولية للرصد في منظمة حظر التجارة التجارة النووية. هو المركز الوطني للبيانات يمثل الجهة الفنية المسؤولة عن الأمور الفنية الخاصة بمعاهدة الحد من او العمل على انهاء التفجيرات النووية. تمام كده؟ المركز هنا بيقوم بدور ان هو بيقدم الجهة الفنية لجهة الاتصال الرئيسية السياسية اللي هي وزارة الخارجية المصرية،
فيما يتعلق بأمور نزع السلاح. في إطار جهود الدولة للاهتمام بصحة المواطن على مستوى محافظات الجمهورية، تم إدراج 76 وحدة صحية وأربع مستشفيات ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة أسوان، وتم الانتهاء من تسجيل 24 وحدة صحية من قبل هيئة الرقابة والاعتماد، وجاري اعتماد بقية المنشآت الصحية للحصول على شهادة جهار. محافظة أسوان بدخلها منظومة التأمين الصحي الشامل، تم إدراج عدد 76 وحدة صحية وأربع مستشفيات بإجمالي 80 منشأة حتى الآن تم دخولها ضمن هيئة الرعاية الصحية لتقديم الخدمة الطبية ضمن منظومة التأمين الشامل. طبعا حضرتك عارف إن احنا يعني أهم حاجة في منظومة التأمين الشامل مش تقديم خدمة طبية بس، لكن تقديم الخدمة الطبية بجودة عالية جدا. تم الحمد لله اعتماد 24 منشأة رعاية صحية في أسوان اعتماد مبدئي طبقا لمعايير هيئة الاعتماد والرقابة المصرية جهار، الهيئة اللي بتصب معاييرها مبدئيا حول سلامة وأمان المرضى وسلامة وأمان المنشآت الصحية. تم حتى الآن زيارة 33 منشأة رعاية صحية من ضمنهم مستشفى أسوان تخصصي و31 وحدة رعاية صحية ومركز أولي. مراكز بتقدم الخدمات الصحية من كشف وعيادات طب أسرة وطوارئ وأسنان، وفي خدمات وقائية اللي هي بتبقى تنظيم أسرة وتطعيمات. وفي الفترة اللي فاتت من شهر 11 احنا تشرفنا بزيارات هيئة الرقابة والاعتماد لمتابعة عمل الوحدات الصحية وكفاءتها وتسجيل المنشآت دي انها شغالة على اعلى مستويات الصحية والدولية والمعايير. أبرز مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء استطلاعات للرأي على عينة من المواطنين في 33 دولة حول العالم، وذلك للتعرف على رؤية مواطني هذه الدول للأوضاع الاقتصادية في بلادهم. أكدت التقارير أن 46% من المواطنين في الدول التي شملها الاستطلاع تعاني الأوضاع الاقتصادية في بلادهم من حالة ركود، فيما توقع 42% من المواطنين بالعينة ارتفاع تكلفة السلع والخدمات خلال عام 2024. في حياة كريمة، نظمت جامعة قناة السويس قافلة طبية مجانية شاملة بمركز ومدينة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. تضمنت القافلة مجموعة من التخصصات الطبية والصيدلية وطب الأسنان، بالإضافة إلى ندوات تثقيفية وصحية قدمها أساتذة كلية التمريض حول ضرورة قياس الضغط والسكر لكبار السن وكيفية غسل الأيدي للأطفال والاستخدام السليم لوسائل منع الحمل. احنا كحياة كريمة دلوقتي بنستقطب جميع الوسائل اللي بنقدر بيها نساعد أهالينا، ودلوقتي معانا القوافل الطبية اللي بتجوب المحافظات وبتجوب القرى. القوافل دي بيكون موجود فيها جميع التخصصات الطبية، جميع العلاجات المجانية، جميع التحاليل، جميع الأشعة، كل ده مجانا عشان نقدر نوصل للإنسان الأكثر احتياجا. بنستقبل قافلة طبية بناء على تعليمات معالي الوزير المحافظ طبعا، بنسهل جميع الإمكانيات وبنشارك حياة كريمة وجامعة قناة السويس لتسهيل العملية هنا هو دخول المواطنين وخروجهم بالنسبة للقافلة. وطبعا بناء على تعليمات السيد رئيس الجمهورية بتسهيل الإجراءات وتسهيل أي حاجة بالنسبة للمواطن بندخله هنا، وكل حاجة مسهلة، استراحات خارجية، استراحات داخلية. عندنا 11 تخصص النهاردة، عندنا 11 تخصص طبي، عندنا النهاردة قافلة زراعية موجودة متواجدة برضو في الحيز الزراعي برا وخرجت في القرى المجاورة برضو، عندنا قافلة بيطرية برضو موجودة في برضو موجودة عندنا راحة كيلو 19 والجراجرة في الأماكن الريفية المجاورة. تعرف
تحل اليوم ذكرى مرور 100 عام على أول بث إذاعي مباشر والذي وافق 13 من فبراير. هذا ويحتفل العالم باليوم العالمي للإذاعة تأكيدا على أن الإذاعة ما زالت تمثل مصدرا للإعلام والترفيه. احتفال عالمي متجدد باليوم العالمي للإذاعة الذي يوافق 13 من فبراير من كل عام. احتفال هذا العام يأتي تزامناً مع مرور 100 عام على أول بث إذاعي مباشر عبر الأثير، ويأتي تأكيداً على أن الإذاعة ما زالت مصدراً للإعلام والترفيه من الصف الأول رغم التأثير المتزايد للإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. التقديرات تشير إلى أن عدد مستمعي الإذاعة تخطى 4 مليارات شخص. منظمة اليونسكو قالت إن الإذاعة منذ بدايتها في أواخر القرن 19 ما زالت الرفيق الدائم الذي يجمع العالم حول لحظات قوية ومشاعر مشتركة. الإذاعة أثبتت دائماً أنها الوسيلة الإعلامية التي تتفوق على سائر الوسائل الأخرى من حيث الشمول وسهولة المنال، وخاصة في أوقات الأزمات، وتولي الأمم المتحدة اهتماماً خاصاً بالإذاعة وتستخدمها في بعثاتها لنشر المعلومات الموثوقة والتوعية وتمكين السكان. وللتأكيد على الأهمية الكبيرة للإذاعة قالت اليونسكو إن أهمية الإذاعة تنبع من أنها الوسيلة الإعلامية التي تصل إلى أي مكان يتعذر على الوسائل الأخرى الوصول إليه. ففي عام 2023 لم ينتفع ثلث سكان العالم بالاتصال اللائق بشبكة الإنترنت، وارتفعت النسبة إلى نصف سكان المناطق الريفية. وتظل الإذاعة محافظة على بريقها وسط الوسائل والوسائط الإعلامية المختلفة ومصدراً موثوقاً للمعلومة والخبر. نهاية نشرتنا إلى عناوينها. القاهرة تستضيف اجتماعا رفيع المستوى للمواطنين عن الولايات المتحدة وإسرائيل وقطر لبحث التهدئة في غزة. غارات الاحتلال الإسرائيلي تتواصل على مدينة رفح الفلسطينية جنوب غزة، وتحذيرات أممية ودولية من فداحة التوغل البري المحتمل. في اليوم 130 للعدوان، تسجيل 16 مجزرة ضد الفلسطينيين في غزة، والاحتلال يعلن مقتل وإصابة أكثر من 15 عنصرا في 24 ساعة. ختام نشرة الثالثة، دمتم في رعاية الله وأمنه. نقدر لكم المتابعة، إلى اللقاء.